وافق مجلس الشورى خلال جلسته 27 والتي عقدت عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، والذي يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام. وأكد المجلس أهمية هذا المشروع، وذلك لأنه يشكل دعما لقوات الأمن العام ومساندة لها أثناء تأديتها واجباتها ومسؤولياتها، وأنه يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن ومن منطلق الإيمان بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة بين أفراد الوطن المقبلين على التطوع لخدمة قوات الأمن العام. وكان المجلس قد بدأ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، والتي تضمنت قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون بشأن الإسكان. وافق اليوم مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، وطبعا هذا القانون من القوانين المهمة اللي تخدم هذه الخصوص، تخدم هذه المرحلة الحالية. هاي التطوع لخدمة الأمن العام لابد أن يكون له هناك إطار قانوني ينظمه، بحيث أن المتطوع عندما يعني ينخرط في التطوع في الأمن العام لابد أن تكون الأمور واضحة، القوانين واضحة، القانون اللي راح يخضع له، حقوقه، واجباته، التزاماته. من ضمنها طبعا في هناك مكافآت اللي غير عاملية في القطاع العام أو الخاص، فكل هذه الأمور منظمة في هذا القانون.